واحد العائلة عيطوا لي مؤخرا قالوا لي شوف عندنا زوج قراع نتاع الغاز، واحدة ندفيو بها واحدة نطيبوا بها، عائلة فقيرة. جاء الطفل هذا داهم لأنه يتناول الحبوب كل يوم، لازم يحتاج 100 200 300 ألف. خدا هذيك الطابونة وزوج قراع نتاع الغاز، شحال باعهم؟ 100 ألف 100 ألف. المهم أنه يتناول المخدرات في هذاك النهار، يسكت راسه في هذاك النهار، والدار ما فيهاش الآن الغاز ولا فيها طابونة ولا شيء. يعني أنت بعد ما كبرت وانا ربيتك ونقيت لك وسهرت على جالك وتعبت ومشيت من المستشفى للمستشفى وقريتك، ومن بعد تكبر تفرغ لي الدار، تكبر تاخذ انت تسرق الكرة دراهم تاع الكرة تاع باباك تسرقهم باش يخلص عليكم الدار وتسكنوا، تسرق دراهم الكرة تروح تشري بهم مخدرات، تسرق الذهب نتاع امك، تسرق منقوشه ولا سلسله تاع امك، هذوك واش تكسب مسكينه؟ بدل ما تجيب لها تقولها يا امي جبت لك هديه، افرحي راني انا انسان كبرت وليت نفرح امي، وليت انا نسرق امي ونبكيها. بدل ما تروح انت تعمل مستقبل لنفسك وتتزوج وتجيب اولاد يفرح به الاب نتاعك والام نتاعك قبل ما يموتوا، لا، بدل ما امك تحمل اولادك وتلعب بيهم وتضحك، ولا تحمل في القفة وتتبع فيك من سجن لسجن. تعرف كاين واحد المشهد يا إخواني الكرام، وهذا المشاهد يخلوا النفس تتحرك وتقول لا بد من إصلاح النفس. لما تروح انت تمشي لبوسعادة وتشوف كاين واحد السجن تاع بوسعادة معروف، هذا السجن هذا يحتوي أكبر عدد من مروجي المخدرات. تروح واش تلقى في السجن هذا؟ قدامه كاين واحد المنظر والله يبكي الدم، لو كان تروح تشوف يبكي الدم. وش هو المنظر هذا؟ أمهات يجيو من عنابة من العاصمة من وهران من كل مكان، أمهات أم امرأة وحدها شادة طاكسي ب 500 ألف ولا مليون، ما نعرف مسكينة، ومشات طلبت وجاية بالقفة وجاية تدي للراجل هذاك اللي يقول على نفسه أنه راجل، جاية تدي له الكامونبير والفرماج وكل شيء، من معمرة قفة مسكينة بمليون ولا زوج. وين بيته؟ بيته في الخيمة، دايرين لهم خيمة في سبيل الله، بيته مع الناس برا في البرد، تستنى الصباح يفتحوا لهم وتدير لاشين مسكينة ساعة باش تشوف ولدها ربع ساعة وتروح تمشي تروح. هذا الإنسان اللي راهو داخل السجن هذا راه يقول على نفسه أنا رجل، كيما يسموهم أنفسهم دوك يقول لك حنا لي زومب حنا. يا وكيفاش انت تقول على نفسي انا انسان رجل وانسان مسلم وانا خاف ربي وانت جريت امك في التبهديله هذه؟ هذا الشيء هذا يدل على ماذا؟ يدل على اننا رانا مشينا في واحد الطريق ماهيش تاع البشريه نهائيا. رانا مشينا في واحد الطريق لازم نقول انفسنا توقف وراجع نفسك، ولا بد علينا من مراجعه النفس والرجوع الى الوراء حتى نراجع انفسنا وما نزيدوش نمشوا في الطريق هذا.